وصلنا دير المحرق. دير هنا فيه كنايس كتير وفي معالم كتير وفي حاجات حلوة كتير جدا، لكن أنا حبيت أن أقدم لحضراتكم الكنيسة القديمة حيث كانت السيدة العذراء مريم البتول. ستنا مريم يعني أنا من عشاقها زي كلكم. دير المحرق هنا اسمه دير المحرق لأنه كان فيه هنا جنبه حاجات أعشاب بتطلع وحاجات زي كده بتقسي الزرع، فكانوا بيحرقوها فسموها كده، سموا المكان كده. دير المحرق قديم جدا، هو القدس الثانية عند المسيحيين حيث جلست أو عاشت العائلة المقدسة. أنا بدأت معاكم المشوار ورحت كذا مكان من النقط اللي مرت بيها هذه الأسرة الكريمة والعظيمة. العائلة المقدسة هي سيد المسيح وستنا مريم ويوسف النجار، هم يسموا بالعائلة المقدسة. جم هنا عاشوا 185 يوم بالتمام والكمال، هم قعدوا هنا يعني ما بين 3-4 سنين، لكن أو الرحلة كلها خدت كده. لكن أكتر مكان شرفوا بيه مصر كان هنا في أسيوط في الدير المحرق. عاشوا هنا 185 يوم، وطبعا يعني أحب جدا إن أنا أتكلم، أنا بحب جدا أتكلم على السيد المسيح وستنا مريم، لكن أبونا هنا المسؤول عن المكان هو بقى هيغذينا بالمعلومات الدقيقة. أبونا اسمه بالنسبة لي صعب جدا، في أبونا إيه؟ أهلا وسهلا. السلام زي حضرتك. فيليكسينوس. فيليكسينوس أهلا بيك. أهلا بيك. شكر جدا وأزعجتكم. لا شرفت وباركت. عايزين بقى ناخد باركنا. حكاية هذه الكنيسة القديمة الأثرية اللي بتسمى ب يعني فيها المقام الثاني بعد بيت المقدس. القدس الثانية. هذه الكنيسة الأثرية. تمام. التي عاشت فيها الأسرة العائلة المقدسة. ست شهور. وده بقى من قد إيه الكلام ده بقى؟ المنطقة الأثرية بالترتيب التاريخي يعني بتحتوي ثلاث أماكن، أقدمهم الكنيسة الأثرية أواخر القرن الأول. الحصن قرن سابع، كنيسة مرجرجس قرن 19. ديك ده قرن 19. قرن 19. وده الحصن. قرن سابع. قرن السابع الميلادي. يعني ميلادي. 600 وحاجات. 600 ودي القرن الأول. قرن أول. بعد ما غادرت العائلة المقدسة بقد إيه اتبنت الكنيسة؟ هي دي نقطة بقى عايزين نوضحها قوي، لأنه لم تبنى كنيسة ولكنه بيت سكنت فيه العائلة المقدسة في هذا المكان. في هذا المكان بيت صغير من البيت القديم، بيت على طرف الجبل، نقول زي كوخ بتاع حارس يعني. أربع حيطان وسقف كده بسيط جدا. والناحية البحرية في بير مية. ده الوضع اللي عاشت فيه العائلة المقدسة. عاشوا جواه، عاشوا جوه البيت 6 شهور و5 أيام. طبعا تطهير وخامه هنا شهيره. وهنا اول مذبح وحاجات زي كده. ايه بقى قلنا، ده بنقول بقى انه تاريخ المكان ما بيبتديش في القرون الميلاديه لكن بيبتدي ما قبل الميلاد، لانه عندنا نبوه، عندنا نبوه في العهد القديم. ايوه. النبي اشعيا. تمام. في السفر ايه 19 اصحاح 19 بيقول في هذا اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر. خلي بالك وهو وسط ارض مصر بالظبط جغرافيا. خلي بالك. تمام. هو قال كده لكن الوسط بالظبط مش مظبوط كده. تمام. عشان يجي نبي يهودي يتكلم عن مذبح خارج ارض الموعد، ما هوش هيكل سليمان، ده مش مقبول اطلاقا بالتقليد اليهودي. انت ازاي تتكلم عن مذبح لليهود خارج الارض المقدسه، خارج ارض الموعد؟ احنا بقى لما جينا كمسيحيين واقباط فسرنا الايه دي انه ده مذبح للرب يسوع المسيح في وسط ارض مصر. اللي عايز اقوله بقى في حكايه الجغرافي او عدمه دي، هو فعلا جغرافيا تقريبا في ارض مصر، لكن لو بصيت ان مصر، لا وسط ارض مصر، وسط ارض مصر، لكن بصيت ان مصر النهارده جنوبا في نوبه والسودان، حصل بيها حاجات. محمد علي كانت امبراطوريه محمد علي، احيانا ساعه الفراحنه كانت بتمتد لغايه اثيوبيا الى اخره. لكن احنا ايماننا في الكنيسه القبطيه انه عشان اقول وسط ارض مصر انه اراد ان يقدس ويبارك ارض مصر كلها. صحيح. فوضع المذبح الذي هو قدس الاقداس في وسط ارض مصر. تمام تمام.